طيب نروح مع حضراتكم للكاميرا، كاميرا صباح اون، الدرون كاميرا اللي احنا متعودين دايما ولاء في كل مره كده اطلاله صباحيه على حته حلوه ومشهد من مشاهد مصر الجميله. ايه رايك نروح مارينا؟ انا عايز اروح مارينا الصراحه. زي الفل. انا عايز اروح مارينا. نروح مع حضراتكم كده الساحل الشمالي. مش هتكلم. اتكلمي انت يا ولاء بقى. انت اتكلمي يا ولاء. لا تعليق. ايوه صحيح، الناس اللي ما عرفتش تروح صحيح احنا جايبينه لكم لحد عندكم وانتوا قاعدين في البيت. الالوان الحلوه طبعا. بعدين في دلوقتي تطوير الساحل الشمالي الغربي صحيح. في دلوقتي العلمين الجديده. في ده انا حتى بشوف ليا اصحاب ليه عاملين تشيكن في الساحل الجنوبي، ما اعرفش ده فين. جديده الساحل الجنوبي. والله ما اعرفش، تقريبا البحر الاحمر من تحت ولا ايه. بس احنا عندنا مصر احسن شواطئ في العالم. احنا ياما سافرنا وشفنا بجد ما فيش زي شواطئ مصر وجمالها ورمالها وميتها. مشهد ما نعرفش، يعني واحد ما يعرفش يتكلم ازاي. حاجه جميله رائعه جدا ومشهد بديع زي ما احنا شايفين، الميه الزرقاء والشواطئ المصريه الجميله جدا. مش هتلاقوا المكان ده في اي طبعا حتة. صدقوني طبعا. مش بس عشان احنا كده عندنا مصريين والحس المصري، لا فعلا عندنا اجمل شواطئ في العالم زي ما ولاء قالت، عندنا اجمل اماكن سياحيه لازم تستغل بشكل امثل الفتره اللي جايه. نقول لحضراتكم شويه معلومات سريعا كده عن مارينا او الساحل الشمالي. طبعا هي من اول المجتمعات العمرانيه في الساحل الشمالي، بيوجد بها اول مرسى دولي لليخوت في الجزء الشرقي في شمال افريقيا. معروفه جدا يا ولاء زي ما قلنا دلوقتي بالمياه الزرقاء والرمال. الرمال الجميلة الناعمة، مش الحصى أو الحجر أو كده، لا رمالها جميلة. وطبعا يعني مقصد المصريين دلوقتي في الصيف. اسكندرية طيب. راحت عليها؟ زحمة بقى يعني. اسكندرية راحت في الشتاء يا تحفة في الشتاء. طيب ومن الساحل الشمالي هنروح يعني حتى عكس تماما. انا متصدمه ميدان الرمايه. هنروح بسرعه نرجع تاني للقاهره. ميدان الرمايه بقى طبعا في الجيزه، وبيربط شوارع كتير ببعضيها، يعني بيربط شارع الاهرام وشارع فيصل، ودايما زحمه واقفين فيه ودايما. عملنا صدمه للمشاهد، عملنا عين المشاهد مره واحده من اللون الازرق للون الاصفر. يعني بيعتبر طبعا من اكبر المناطق الاثريه كمان والسياحيه. في حاجه هناك اثريه محمد؟ انا مش عارف. ميدان الرمايه هيبقى فيه يعني مش جنبه تحديدا المتحف المصري الكبير ده، هيبقى قدام شويه. صح. ده طبعا المتحف الجديد اللي هينتقل الى المتحف المصري القديم. ده هيعتبر طبعا ده مشروع قومي وثقافي كبير جدا في مصر. صحيح. ده قريب شويه من ميدان الرمايه، بس زي ما انت قلتي ميدان الرمايه يعني منطقه محوريه جدا او ميدان محوري، لانه التقاء بقى شارع الهرم وفيصل. شارع الهرم ده اطول شارع في مصر يعني. ما بيخلصش. وشارع فيصل برضه يعني. بس ان احنا متجانين على منطقه الهرم انا وانت، مش عارف ليه. طب ايه نرجع تاني؟ نرجع؟ نرجع أنا بقول تاني. بقى كده. نرجع تاني على البحر. يعني خلونا في الساحل الشمالي. خلونا هنا احسن. ايوه يعني ممكن يا ابراهيم نخلينا كده شويه يعني. اكيد الناس مبسوطه. حرام محمد لسه ما راحش صيف، يعني يبقى عقبال ما ياخد اجازه يعني. قول يا رب ناخد اجازه. نسيبكم تستمتعوا بالمشهد الجميل.
هي دي مصر الحلوة. ربنا يحفظ بلادنا ويحفظ ولادها، ويا رب كده مصر الجميله اللي احنا شفناها دي تبقى دايما زي ما بيقولوا كده متعمره، ودايما يبقى فيه انتاج، ودايما يبقى فيه عمل على قد جمال مصر، يبقى جمال الشخصيه المصريه، وانها تشتغل وانها تنتج. يا رب نشوف ده يا رب.